دي بعض المشاهد اللي وثقت الضربة امبارح، الضربة الإيرانية اللي كان تقدير عدد الصواريخ فيها مش أزيد من 250 صاروخ، فيها صواريخ جديدة وفيها صواريخ باليستية وفيها صواريخ فرد صوتية زي الصاروخ اللي اتقصف من اليمن قبل كده على تل أبيب. الصواريخ دي جت منين؟ جت من إيران. إيران مش قريبة يا جماعة من إسرائيل، إيران بينها وبين إسرائيل من 1500 ل 1700 كيلو زي ما هنشوف على الخريطة ونوضح المسافة بالكيلومترات ما بين إيران وما بين إسرائيل. دي المسافة يا جماعة، هنا المسافة، الخط الأسود اللي حضراتكم شايفينه ده، ده الخط ما بين اللي بيوضح لنا المسافة ما بين إيران وطهران وما بين فلسطين، بنتكلم على 1730 كيلو. 1730 كيلو، دي مسافة كبيرة جدا جدا جدا، خاصة ان احنا بنتكلم عن ان ما حصلش القصف من المدن المتخمة اللي هي في الاحواز، هنا منطقة الاحواز، لا اللي هي متخمة للمساحة او للحدود العراقية، لا ده حصل من الداخل من المدن الإيرانية، وكأن بيتقال يعني او رسالة كل المدن الإيرانية بتقصف وكل المدن الإيرانية لازم تشوف الصواريخ دي وهي طالعة. هنا سؤال، ليه إيران قصفت إسرائيل؟ هل هي بتحب حسن نصر الله أو بتحب إسماعيل هنية؟ هقول لك يا عزيزي، في السياسة خاصة لما بتتكلم على مصالح دول وشعوب حط الحب والكره على جنب. إسرائيل أهانت إيران، إسرائيل اعتدت على السيادة الإيرانية بقتل إسماعيل هنية وقتل وقبل كده كان قصف السفارة الإيرانية أو القنصلية الإيرانية في دمشق، وبعدين حست إيران بأن الموضوع بيتزايد لما وصل لحسن نصر الله، فأرادت إيران أنها تقول أنا هنا دولة ولي كرامة. كان يعني قصف كبير قليل، مؤثر مش مؤثر، هيبقى في موجة تانية ما فيش موجة تانية، المهم أنها بتقول أن احنا دولة لا تقبل أن يعتدى عليها وتبقى صامتة. أعرف دول امبارح كانت بتشارك في اسقاط الصواريخ وبتتكلم عن السيادة برضو عادي، بس ما علينا. نرجع لأخبارنا وأقول لك ان الإعلان في إيران ما تمش عن طريق الرئيس ولا تم عن طريق علي خامنئي. الإعلان امبارح في إيران عن العملية تم عن طريق الحرس الثوري الإيراني اللي أعلن قصف إسرائيل بصواريخ فتاح. صواريخ فتاح دي بيتم قصف إسرائيل بيها لأول مرة، وصواريخ فتاح هي صواريخ فرط صوتية، صواريخ فرط صوتية، تمام؟ ماذا تعرف يا عزيز المواطن عن صاروخ أو صواريخ فتاح الفرط صوتية اللي تم قصف إسرائيل بيها امبارح؟ تعال نتعرف سريعا على صواريخ فتاح. تم الكشف اليوم أو امبارح عن صاروخ فتاح في أو عفوا عايز اقول لك امتى قالوا ان هم عندهم الصاروخ ده، ده كان يوم 6 يونيو 2023 بحضور الرئيس الايراني السابق ابراهيم رئيسي. خصائص الصاروخ ده انه بيوصل مدى 1400 كيلومتر، سرعته ما بين 13 و15، يعني خمس اضعاف الصوت، خمس اضعاف سرعه الصوت. مده التحليق بتاعته 400 ثانيه، وقوده صلب، طوله الكلي أقل من 14 متر، والتكنولوجيا بتاعته محرك كروي رأس حربي مع فوهة متحركة. ده الشكل الأهم إن احنا نعرفه، وده إنجاز دولي لإيران، لأن إيران أصبحت رابع دولة في العالم بتمتلك الصواريخ الفرط صوتية بعد روسيا وأمريكا والصين، جت إيران الدولة الرابعة. ده بمنتهى البساطة صاروخ فتاح اللي تم قصف إسرائيل بيه امبارح. الحرس الثوري الإيراني قالها بمنتهى الوضوح إن اللي حصل ده استهداف لقلب الأراضي المحتلة، رد على اغتيال إسماعيل هنية وحسن نصر الله ونيلفور شان اللي هو المسؤول في الحرس الثوري الإيراني، فيلق القدس المسؤول عن الملف اللبناني. كلام واضح بالوضوح، ده استهدفنا قلب الأراضي المحتلة ردا على اغتيال هنية ونصر الله ونيلفور شان.